ردنا على سؤال علاج التأليل سهلة وبسيطة وغير مكلفة في صيدلية محاليل حول 20 ريال تقريبا، تحتوي على مادة السالسيليك أسيت واللاكتيك أسيت، مواد حمضية تستخدم على التألول وتنشفه ويذوب ويسقط من نفسه. السلام عليكم، خلونا نشوف الطريقة الصحيحة لاستخدام هذا المحلول الأفومات، لأنه عبارة عن حمض مادة كاوية حارقة يعني يذوب الجلد الميت، اللي عبارة عن ثالوث هو جلد ميت بس سببه فيروسي، يعني لو كان عندك واحد بس ممكن يتحول 2 من 3 إذا تركته، فلذلك ننصح بعلاجه أول بأول. نفترض في البداية هنا ثالوث معانا، أوكي؟ راح نستخدم فازلين يعمل طبقة حماية بارير، هذا الفازلين يعمل كحماية حول المنطقة السليمة حول الثالول، وبنفس الوقت في على شكل بلاستيك تجي مع المحلول حسب حجم الثالول تستخدمونها على بل تحمي بقية الجلد، لأنه في ناس يستخدمون بطريقة خاطئة وينحرق الجلد حوله ويشعر بلسعة وكذا وحرقان فيترك، يعني يقولك ما استفدت خطأ، لكن لو استخدمت بالطريقة الصحيحة فازلين وهذا مرتين في اليوم لمدة أسبوع إن شاء الله يروح.